من باب تغطيتنا للحرب القائمة لتحرير مدينة سرت، نحن الآن في منطقة بوغرين، المنطقة التي تتمركز فيها غرف العمليات والخط الإمداد الرئيسي وراحة المقاتلين. هنا في هذا المكان نقوم دائما مثلنا مثل بقية المؤسسات الإعلامية والصحفيين الذين ينقلون الأخبار أول بأول لمتابعة آخر المستجدات العسكرية على أرض المعركة. في هذه الأحيان أو في هذا التوقيت بالتحديد، وبعد تواصلنا مع المسؤولين العسكريين أثبتوا لنا بأن هناك تقدم أضافي مثل هذه التوقيت الساعة 6:16، في بعد بوابة 30 قوة بركان الغضب تقوم الآن بالتوجه إلى مدينة سرت. هناك عائق وهو الطيران السيارة، لا زال حتى اللحظة يعيق التقدمات السريعة، وهناك أيضا عمل منذ ساعة على إيجاد الحل الملائم لإزاحة هذا الطيران حتى تتمكن قوات بركان الغضب من السرعة في الاستيلاء على مدينة سرت وتحريرها والتوجه من بعدها إلى النقطة الأخرى وهي الهلال النقطي.